أيها الحضور الكريم، قبل الإعلان عن من سيتوج البطل في هذه البطولة القرائية الولائية، البطل متحصل على المرتبة الثالثة. أنا جد سعيدة بهذا التتويج وفرحة لم يسعها صدري، حقا إنه لشعور رائع عندما تبدأ بعمل أمر ما وينتهي بنجاح بعد جهد وعمل وإنجاز. فلا أستطيع وصف مشاعري الآن، وقد توجت بالمرتبة الثانية في البطولة الولائية للقراءة ورقلة لسنة 2021.